ترفع الرايه لتفتح بوابه داخل الشيخ هيثم محمد بن عبود القحطاني حفظه الله في هذه الامسيه التنافسيه الفروسيه على ارض قلعه الانتاج من الجنادريه. نذهب بالصوت والصوره في افاق رحمه. شوف هنا المركز الاول الصروف يبدا بالتناول الصداره للمركز الاول المرتبه الثانيه محاوله من محبوب راعيه. شوف محبوب راعيه تقدم بنصف رقبه فيه تقدم واضح، لكن هنا الصروف يعيد الكره مره اخرى للتقدم الى الامام. ما شاء الله تبارك الرحمن المنافسه الثنائيه تاتي حتى هذه النقطة. الصروف يتناول الصدارة، محبوب راعي بالمرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، شوف رجل يحاول، والمرتبة الرابعة يأتي الجواد الهماش بالمرتبة الرابعة، لكن الصروف مصرا على التقدم بكل عطاء بكل تجاوب إلى هذه المواجهة الساخنة. شوف هنا الاقتراب من قبل محبوب راعي في محاولة جادة لقطع الطريق على الجواد الصروم، بينما هناك التقدم يأتي من الخارج البعيد. شوف هنا لا زال الصروم مضيق المسافة ومضيقا على المنافسة في هذه اللحظات، والتقدم يأتي من محبوب راعي بالمنتصف. شوف هنا محبوب راعي ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا أيضا تقدم جميل من الصروم، وكذلك القدوم يأتي من الهماش لمحبوب راعي في محاولة جادة ثنائية بين الجواد محبوب راعي والهماش. إذا محبوب راعي واصل الطريق إلى النهاية ليغلق الحكاية ويقول الكلمة النهائية. إذا محبوب راعي يرسم البسمة على نفوس ومحبي عشاق الخيل بوصول آمن جميل رائع جدا بزمن وقدره دقيقة و52 و67 جزءا من الثانية.